يوتيوب بالمجد للأطفال، اشتركي الآن. أما شوف بقى الحاجات دي، يا خبر، إيه ده؟ ده تقل قوي، معنى كده أن أنا مش هعرف أشيله؟ سبحانه خلقنا المختلفين، ما حدش انت مين؟ فينا يشبه حد ولو فيك ميزة. أنا بتكلم. إيه ده؟ أهلا وسهلا. انت مين بقى وداخل وقعدت كده ومن غير ما تقول السلام عليكم؟ وانا غلطان فعلا ان ما قلتش السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك قاعده قدام يعني مكان المديره ليه؟ يلا اتكل على فصلك. على فصلك؟ على فصلك. يلا تتنحي. لو المديره لو جت ولقيتك قاعده هنا هتنفخنا. يلا انا هنا المديره. مديره؟ مديره قريبه وزير التعليم يعني؟ يبقى ابويا. بجد؟ اه. كان في واحد قريبي عاوز يخرج ندخله شرطه. ما تكلمنا يا سياده الوزير كده يظبط لنا الموضوع. اطلع بره وخد الملف بتاعك وخبط من الاول. حضرتك قريبه سياده الوزير فعلا؟ قلنا اه. مضطر اطلع. سياده الوزير كويس ولا مش؟ انا عمري ما شفت طالب كده. مين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بقى الطالب الجديد؟ اه يا فندم. اه اتفضل اقعد. وإيه بقى اللي أنت لابسه ده؟ عجبك؟ عجبك إيه؟ توحيد النور تحفة. توحيد النور؟ اه جميل. فين الزي المدرسي؟ وفين الشنطة؟ ده كان زمان الشنطة، كل حاجة دلوقتي على الموبايل. لا بس أنا هنا في مدرستي، عندي زي مدرسي وعندي شنطة. ولو ما التزمتش من بكره انا هتشوف مني حاجات مش هتعجبك. هو طالما حضرتك قريبه سياده الوزير فكلامك يمشي تمام زي الفل، انا موافق. اتفضلي الملف بتاعي يا فندم. هسالك بقى شويه اسئله ويا ريت تركز فيهم كويس جدا. بسال الاسئله. تعال نشوف صوره تنزل دلوقتي على الشاشه. يلا نشوف. فين الشاشه دي؟ ده مين ده بقى؟ ده انا يا فندم. ده هنا شكلك كان بريء خالص. انا طفل لازم ابقى بريء يعني، ابقى رضيع كمان. طالب شنب يعني. فاكر بقى كمان. كان عندك كام شهر؟ لا هو الصوره دي كانت سنه 1988 بس كام شهر دي مش فاكر ومش عارف انا كنت ببص على مين. ولو وسعنا الكادر شويه اللي اصلا مش موجوده هنلاقي جد عبد الكافي قاعد جنبي الله يرحمه. الله يرحمه. طب عمرك بقى خدت جوائز في المدرسة؟ اه خدت جوائز في الرماية. انا كنت في مدرسة عسكرية فكنا بنتدرب على الرماية النشين، عارف الرماية؟ اه الرماية؟ ايوه. فكنت متفوق فيها فخدت جائزة فيها. طب دي حاجة كويسة؟ اه يعني بس المهم ان ما يبقاش فيها خطر. لا مش بنضرب حد، بنضرب في الحائط كده. اه